الجمعة فاتح مارس الجري، المكان مطار سويرة موغادور، الحدث أول خط جوي منتظم من وإلى العاصمة الفرنسية باريس. رحلتان في الأسبوع الاثنين والجمعة، وشركة الطيران صاحبة هذه الرحلات هي ترانسافيا ذات التكلفة المنخفضة. اعتماد هذا الخط الجوي هو ثمرة الاهتمام الذي بدأت تحظى به وجهة سويرة. نحن محظوظون بقدوم شركة للطيران ذات التكلفة المنخفضة بأثمانها المهمة لزبائن لم يكونوا معتادين على السفر للتعرف على مدينة سويرة. وجهة الصويرة عرفت ارتفاعا كبيرا في عدد السياح خلال سنة 2012، فهي المدينة التي عرفت أكبر ارتفاع في ليالي المبيت ب 14%، النسبة التي تتجاوز المعدل الوطني. غاية هذه الرحلات مضاعفة 3 مرات عدد الوافدين على مدينة الصويرة، وبخاصة من فرنسا السوق الأولى المصدرة للسياح إلى المغرب، وحيث تسعى موغادور إلى استقبال 32,000 منهم خلال العام الجاري. هي إضافة للصويرة ما سيمكن الكثيرين من القدوم إلى هنا وربما بتكلفة أقل. هذا سيساهم في تنمية الصويرة، المدينة التي لا نعرفها لكن نزورها اليوم. هي مدينة جميلة والكل مرتاح لهذه الزيارة، وأتمنى أن تمر الأمور بشكل جيد. الصويرة تتجه نحو وجهتين جديدتين، مارسيليا الفرنسية وبروكسل البلجيكية، كل ذلك لمواكبة تطور قطاع السياحة في الصويرة التي تحتضن المحطة السياحية موغادور.